نجح الفريق الأول لرجال الكرة الطائرة بالنادي الأهلي بقيادة الكابتن محمد مصلحي في تحقيق العديد من الأرقام القياسية عقب التتويج بالدوري الممتاز للموسم الحالي 2020-2021، حيث استطاع الشياطين الحمر المحافظة على درع الدوري للعام الرابع على التوالي بعد الفوز على الغريم التقليدي الزمالك بنتيجة 3-0 في اللقاء الذي أقيم أول أمس على صالة نادي المقاولون العرب. كما نجح المارد الأحمر في حصد اللقب للمرة 33 في تاريخه ليبسط هيمنته على اللقب المحلي دون منازع وبفارق كبير عن أقرب ملاحقيه الزمالك والذي يمتلك 26 لقبا، ليوسع الفارق معه لسبع بطولات كاملة على صعيد الدوري الممتاز، وذلك بالإضافة إلى سيطرة النسر الأهلاوي على لقاءات القمة أمام الغريم التقليدي الزمالك بعدما فاز عليه ذهابا وإيابا بنتيجة واحدة وهي 3-0. ويستعد الفريق حاليا للبدء في منافسات بطولة كأس مصر والتي يحمل لقبها الفريق عقب فوزه في نهائي البطولة الماضية على حساب نظيره طلائع الجيش بخوض الدور التمهيدي أمام نادي الشرقية للدخان في اللقاء المقرر إقامته مساء الاثنين المقبل.